يقول إذا اشتريت بضاعة السلعة فيها مثلا بدينار، فأردت أن أبيعها بدينارين، فهل يجوز ذلك أم هو من الربا؟ علما بأن البعض يقول إذا زاد الربح عن 25% فهو حرام وربا، والبعض الآخر يقول إذا زاد الربح عن الثلث فهو ربا، والبعض يقول لا ربح أكثر من النصف، وغيرهم يقول إذا زاد الربح عن المثل بالثمن فهو ربا. أرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن توضحوا لنا هذا الأمر ومقدار الربح الشرعي، جزاكم الله خيرا. كل هذه الاقوال لا اصل لها، والربح لا يتحمل لحد معين، وانما يرجع ذلك الى السوق. فاذا كان كثره الربح نظرا لارتفاع السعر في الاسواق، وانخفاض الربح نظرا لرخص السعر في الاسواق، فهذا لا باس به. فالربح انما يتبع السوق زياده ونقصانا، ولا حد له محدد، ليس للربح حد محدد، الا انه يحرم الغش والتغرير، ويحرم ايضا تدليس العيوب في السلع وبيعها بيع الغالي وهي لا تساوي إلا قليلا من باب التغرير للمشتري. فالغش والتغرير هذا محرم. أما إذا كانت زيادة السعر ناتجة لسعر السوق زيادة ونقصانا فهذا لا بأس به. إن الله سبحانه وتعالى هو المسعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالربح حد محدود، إلا ما كان من الظلم فهو حرام. إذا كان فيه تغرير للمشتري أو غير ذلك من أنواع الغرب فإن هذا حرام. أما إذا كان الزيادة والنقص نظرا لارتفاع السعر في السوق وارتفاعه فهذا لا بأس به ولا يحد بحد محدود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.